طيب خلونا الآن ننتقل لهذا الحدث الأسطوري، واللي هو أنا بصراحة ما فهمت هذا الحدث كتير، يعني الحدث شكله كتير أسطوري. شوفوا الحدث كيف بيتحرك يا أصدقائي، راح تسكن الثلج والشنطة والتلتيمة والحيوان وكل شيء تغير، كمان الحدث فيه موسيقى يعني. نحكيها لك مودي، انا علي عمر من الزيرو يا مار او تيم الكلان، خليك مكانك خليك. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي. قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك، بعرفكم كفو وقدها وبنقدر نجيب اول 100,000 لايك. بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت حط اللايك ويشترك في القناه، اذا ما كان مشترك فجر التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد على فري فاير. اصدقائي شكرا على دعمكم للاسطوري اللي كان على فيديو امبارح، فكلكم صرتوا تكتبوا لي علي عمر كثير طلبتوا مني انه انا اعمل لكم فيديو على احداث الفالنتاين، احداث عيد الحب اللي منزلينها في فري فاير ماكس. طيب اوكي، فطيب مثل ما بتعرفوا اليوم هو عيد الحب، منزلين احداث اسطوريه في فري فاير ماكس. في عندنا هذا الحدث اول شيء اصدقائي، في عندنا سكنات، سكن للثلج، تلتيمه جديده واشياء اسطوريه عن جد نزلوا. ما بعرف ليش ما نزلوا هذا الشيء بالسيرفر تبعنا، بتوقع انه لانه السيرفر تبعنا يعني اغلبهم عرب فاغلبهم مسلمين، فعشان هيك انه يعني نحن ما عندنا عيد الحب، ما عندنا فالنتاين، فعشان هيك ما اتوقع ما اهتموا بهذا الشيء او ما نزلوا لنا احداث لعيد الحب. ولكن بصراحه يعني ياريتهم ينزلون اشياء مثل هاي، يعني بعيدا عن عيد الحب والاشياء هذه منزلين اشياء كثير اسطوريه. شوفوا يعني سكن هذا تبع الشاب وسكن تبع البنت، يعني حرام هاي السكنات. طيب يا اخي ما اعتبروا انه ما في عيد حب، نزلوا لنا هذه السكنات عندنا. يا اخي نزلوها عندنا واكتبوا عليها ان شاء الله، ما تكتبوا عليها عيد الحب، اكتبوا عليها عيد المفنشين، عيد الكلاوات. طيب اصدقائي هذا هو سكن تبع الشاب مثل ما انتم شايفين. صراحه سكن تبع الشاب ما عجبني القناع اللي حاطينه على الوجه ابدا، تحس قناع كلب. يا اخي طيب هذا بني ادم مش كلب، شوفوا كمان البنت، حتى البنت حاطين القناع تبع، يا اخي ليش ليش ليش؟ والله هذا بني ادم، هذا بني شوفوا القناع اللي حاطينه، والله هذا القناع بحطوه للكلاب. اكرمكم الله. طيب اصدقائي هذا هو سكن البنت. على كل حال عن جد السكنات اللي منزلينها فعلا اشياء اسطوريه، هذا هو سكن البنت وسكن الشاب، وهذه هي الماكينه اللي كانت. في عندنا كمان هذا الحدث اللي شفناه قبل شوي. قبل ما نبدا ونحرق ابو الاحداث يا اصدقائي، في شيء لازم تشوفوه اللي هو هذا الشيء ما قدرت انا اسويه بالفيديو. طبعا انا شحنت جواهر قبل ما ابدا التصوير، للاسف نسيت هذا الموضوع، المفروض شحنت جواهر بعد ما بدات التصوير. في عندنا لوحه تزلج الاسطوريه هذه مثل ما انتم شايفين اصدقائي. طبعا هذه لوحه تزلج نزلت عندنا بتوقع بالهالوين، نزلوها مجانا بوقتها ولكن كانت بالوان مختلفه. هون نزلوها بحدث عيد الحب بفري فاير ماكس، نزلوها وكمان بالوان اسطوريه مختلفه بعرض تيب اب، لازم تشحن 300 جوهره وتقدر تحصل عليها. عن جد شكلها كثير اسطوري يا اخي، والله حرام الاشياء الاسطوريه هذه كلها ما تنزل بسيرفرنا. والله عن جد اشياء خرافيه. طيب اصدقائي خلونا نبدا اول شيء ونحرق ابو هاي الماكينه ونجيب سكن الشاب وسكن البنت. راح نشيل البطاقه تبع دايموند ريال ونشيل كمان هذه البطاقه الخايسه. طيب يلا خلونا نبدا الان يا اصدقائي. اول شيء عندنا اول سبن بتسعه جواهر ونشوف شو راح يكون بتسعه جواهر. كالعادة أكل القطة، مشتقات الجولد. طيب أعطونا هدول الثلاثة تبع تطوير سكار، تبع سكار القرش، التوكن تبع سكار القرش. السبن اللي بعده يا أصدقائي نشوف شو راح يعطونا بال 29 جوهر. أكل القطة، لا أعطونا قطعة الماجيك كيوب. طيب السبن اللي بعده 59 جوهر يا أصدقائي، وأكيد راح يعطونا أكل القطة أكيد. يلا أعطونا، لا والله هذه المرة أعطونا البكجات هذه. طيب السبن اللي بعده يا اصدقائي اكيد اكل القطه اكيد يا اخي، والله اكيد انا متاكد اكل القطه. يلا اكل القطه، يلا اعطوني اكل القطه خلاص، والله انا عارف. اوكي اكل القطة اوكي خلص، والله عن جد. والله انا علي عمر ليس ساحر اصدقائي، شوفوا ما ضل عندنا غير الاشياء الاسطورية، لازم يعطوك الاشياء الخايسة يعني. انا مش هذا مش اعطونا هذه الصورة كمان، والله الصور هذه تبع الفالنتاين يا اخي، والله حرام ما ينزلوا هذه الاشياء الاسطورية عندنا يا اخي. طيب طيب حتى لو نحن ما نعترف بعيد الحب بس طيب نزلوا عندنا هذه سكنات. طيب هات اعطونا سكن البنت، سكن البنت عن جد رهيب. والله شيء اسطوري. هات كمان سكن البنت يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين، وفي احداث كثير اسطوريه واشياء. على فكره هذه الاشياء بس اللي نزلت بالسيرفر، بسيرفر سنغافوره واللي هي بفري فاير ماكس، نزلت بالسيرفر عادي يعني مش بفري فاير ماكس، ولكن انا حبيت انه انا ادخلكم بفري فاير ماكس. فكمان نزلوا اشياء كثير اسطوريه يعني بالسيرفر الفيتنامي، بالسيرفرات الثانيه نزلوا اشياء كمان ثانيه لعيد الحب. فصراحه المشكله انه بكل سيرفر منزلين شيء مختلف، ما قدرت ادخل كل السيرفرات وكل شيء اصور لكم الشيء المختلف فقط، لانه بتعرفوا بلاقي صعوبه كثير بشحن الجواهر، يعني شحن الجواهر لسيرفر ثاني صعب شويه، فبلاقي صعوبه بشحن الجواهر عشان هيك ما قدرت ادخل كل السيرفرات. فهذا السيرفر السنغافوري لقيت فيه اغلب الاحداث اللي نزلت لعيد الحب، فحبيت انه اصور في هذا الفيديو. طيب
في عنا أصدقائي، هذا هو سكن البنت، خلونا نجرب سكن البنت بشخصية إيفا. هذا هو سكن مثل ما انتم شايفين، صراحة عن جد شيء رهيب والله. يا أخي أتوقع ممكن ينزلون السكنات هذه بعد فترة، ولكن ما راح ينزلون في عيد الحب يمكن. طيب خلونا الآن ننتقل لهذا الحدث الأسطوري، واللي هو أنا بصراحة ما فهمت هذا الحدث كتير، يعني الحدث شكله كتير أسطوري. شوفوا الحدث كيف بيتحرك يا أصدقائي، راح تسكن الثلج والشنطة والتلتيمة والحيوان وكل شيء تغير. كمان الحدث فيه موسيقى، يعني إذا حابب تستمتع وأنت بتحرق جواهر تقدر تسمع موسيقى. طيب أصدقائي، كيف الحدث هذا؟ يعني شوفوا هون في عنا أشياء حاطينها في هذه النجمة. هذه النجمة عبارة عن ماكينة، وفي عنا سبن. أول سبن بيعطوك فري، طبعا بتاخذ أول سبن، بعدها أول سبن وراح تروح. شوف لما تاخذ جائزة، طيب نحن أخذنا هذا الباكج، لاحظوا هذا الشيء إنه في عنا قائمة الجواز هذه اللي على اليمين، هذه قائمة الجواز. أنت بتيجي بتاخذ سبن، صار عنا ب 30 جوهرة، أول سبن فري فقط. بعدها أنت لما تاخذ سبن تحصل على جائزة من الجوائز اللي بهذه النجمة. لما تحصل على جائزة من هذه الجوائز، الجائزة بتختفي، بتاخذها أنت، وبعدين بياخذوا شيء من الجوائز الكبيرة. الجوائز الكبيرة حاطينها على اليمين، بتاخذ شيء من الجوائز الكبيرة وبحطوا لك إياها في سبن، وبعدها بتكمل تحرق جواهر وعشان تحصل على الأشياء كلها. طيب شوفوا لاحظوا هون أخذنا هذه البطاقة، اختفت البطاقة واجت بدالها شيء من الجوائز الكبرى اللي كانت على اليمين. طيب تاخذ السبن اللي بعده، شوف السبن اللي بعده كمان راح نحصل على شيء ثاني. طيب هذه البطاقة اختفت واجانا شيء من الجوائز الكبرى اللي كانت على اليمين. طيب كمان السبن اللي بعده يا اصدقائي، طبعا السبنات قاعدة تصير اغلى، مرة 50 مرة 100 جوارة مرة. طيب السبن اللي بعده نشوف شو راح يعطونا. اعطونا هذا التوكن تبع سكار القرش، واختفى واجت لوحة التزلج مكانه اللي هي من الجوائز الكبرى. طيب في عندنا السبن اللي بعده يا اصدقائي، اكيد راح يعطونا قطعة الماجيك كيوب، اكيد ما راح يعطونا سكن الثلج يعني. طيب قطعة الماجيك كيوب، اختفت قطعة الماجيك كيوب واجت التلتيمة، واتوقع هيك نحن بنكون اخذنا كل الجوائز الكبرى وحطيناها في النجمة، صح؟ طيب الآن يا أصدقائي عندنا كل الجوائز الكبرى في النجمة، الشنطة وسكن الثلجة والتلتيمة لوحة التزلج وسكن تبع شيبا بتوقع. طيب لا مش شيبا، هذا شو اسمه، هذا الدئب ولا ما اعرف شو اسمه، هذا الحيوان الأليف حصلنا عليه. طيب السبن اللي بعده أصدقائي لازم نحصل على الشنطة وسكن الثلجة والتلتيمة. طيب نشوف، حصلنا على لوحة التزلج. طيب كمان سكن اللي سبن اللي بعده اصدقائي، باقي عندنا ثلاثة اغراض فقط، لازم نحصل على شيء من هذه الثلاثة اغراض. حصلنا على سكن الثلج، سكن الثلج نزلوه عندنا في سيرفر مينا بعرض طيب اب، ولكن باقي الاشياء ما نزلوها عندنا. طيب اكيد راح يعطوني الشنطة، عارف حظي الخايس، اعطوني الشنطة. طبعا التلتيمة هي افضل شيء تعتبر في الحدث، فهي تعتبر الجائزة الكبرى اصدقائي، 150 جوهرة. والان يا اصدقائي راح نحصل على التلتيمة الاسطورية. طيب هاي حصلنا على التلتيمة مثل ما انتم شايفين. اوكي طيب هيك حصلنا على كل شيء، والحدث صار بالاسود والابيض. يعني هذا الشيء يعني انه علي عمر انت حرقت ابو الحدث، ولكن هم بتعرفوا بسيرفر سنغافوري حكوها بالسنغافوري، انتم ما فهمتوها، كتبوها هم في الحدث، علي عمر لقد حرقت ابو الحدث، انتم ما فهمتوها، انا فهمت. طيب نشوف الحدث هذا محروق ابوه من البدايه. اخي ليش ما بيشتغل هذا الحدث؟ هذا الحدث اتوقع فيه علي عمر سنغافوري يجع حرقه. طيب شوفي عندنا اشياء تانية، حدث عيد الحب. هذا الحدث شو هذا، له علاقة بعيد الحب ولا بعيد كل البعد عن عيد الحب؟ نشوف شو فيه بهذا، والله ما بعرف شو فيه بهذا الحدث. اتوقع هذا حدث مجاني عندهم، تقدر مثل استبدال وفيه اكواد استبدال كود وما استبدال كود، مثل الاحداث اللي بنزلوها عندنا انه تقدر تستبدل انت وصديقك توكن وما توكن عشان تحصل اشياء. اوكي ما له علاقة بعيد الحب، وما هو هذاك الحدث الاسطوري اللي فيه اشياء خرافية. طيب اتوقع ما في عندنا غير الحدثين، ومنزلين الحدث الثالث واللي هو تبع التيب اب، تحصل على لوحة التزلج. في عندنا سكن الاوام، هذا ما له علاقة بعيد الحب، بس نحاول نجيب سكن الاوام عشان نعرضه باللوبي. في عندنا العارضة تبع سكنات الاسلحة، بلكي نقدر نحط فيها شيء. طيب سبن اللي بعده، كمان سبن اللي بعده، والله حرقنا ابو كل الجوار يا ام، الله يقطع ابو شكلك سكن الام. 24 ساعة قاعدين بيعطونا اياه بس. طيب سكن الام، والله الحظ خايس بهذا السيرفر عن جد، سعر السبنات ارخص من سيرفر مينا ولكن الحظ خايس والله. طيب السبن اللي بعده كمان، هدول الباكجات، يلا نبدا بالسبنات والبطاقات يا اصدقائي. نشوف الباكج اللي بعده، الباكج اللي بعده كمان. اوكي قاعدين يعطونا 24 ساعة فقط، عن جد الاسعار ارخص بهذا السيرفر، ولكن يعني بتحسوا انه الحظ عن جد كثير خايس. خلونا نحط هذه السكنات اللي عندنا، ما كان عندنا سكنات ابدا من البداية، بتعرفوا حساب ادم يعني. طيب نحاول نعرض هذه السكنات، فبصراحة عن جد شيء كتير اسطوري فري فاير ماكس. بس استنى ايمت اللحظة التاريخية اللي نزلونا فري فاير ماكس بسيرفر مينا ونقدر نلعب بهذه النسخة، عن جد راح تكون نسخة كتير اسطورية، راح يكون شيء فعلا رهيب. فهذا هو كان السيرفر السنغافوري اصدقائي. خلونا نجيب هنا التلتيمة، نلبس التلتيمة الاسطورية مثل ما انتم شايفين، هذه هي التلتيمة. طيب شوفي عنا اشياء تانية، شو جبنا نحن اشياء تانية؟ والله التلتيمة اسطورية هذه، بفكر على فكرة اخذت اسمها، راح اطلبها من الشركة، اطلبها بحسابي. وهذا هو الشعر، هذا الشعر حصلنا عليه مجانا. اوكي
طيب هذا هو كل شيء حصلنا عليه. شوفي عندنا اشياء، في عندنا هذه الباكجات. فطيب اصدقائي عن جد هذه هي الاحداث اللي كانت موجوده بسيرفر سنغافوره، الاحداث عن جد كثير عجبتني وتمنيت لو نزلوها يعني عندنا، يعني بتعرفوا مش عشان عيد الحب بس، يعني حلو انه كل حدث كل حفله تصير كل ايفنت كل شيء ينزلونا، يعني تكون فري فاير منزله اشياء لها، لانه بصراحه لما بدخل السيرفرات الثانيه بحس انه سيرفرنا ممل كثير. يعني بالسيرفرات الثانيه بحس عن جد انه كثير بينزلوا عندهم احداث كثير، اي حدث بيصير اي احتفال اي عيد بيصير بينزلوا عندهم احتفال وايفنت واشياء واحداث واشياء اسطوريه، في سيرفرنا بحس قليل جدا. يعني بينزلوا فقط، صاروا لما صرنا في سيرفر الشرق الاوسط صاروا ينزلوا عيد الاضحى عيد العيد، يعني فقط يعني صاروا يقللوا كثير من الاحداث، وحتى الاحداث اللي تنزل ما احس انه في سكنات جديده، ما احس انه في اشياء كثير اسطوريه صاروا ينزلوها للاسف. فاتمنى انه هذه السكنات يصيروا ينزلوا عندنا كل السكنات هذه والاشياء الاسطوريه. فهذا هو كان السيرفر اصدقائي، وهذا هو الفيديو، مثل ما وعدتكم انزل لكم فيديو على احداث عيد الحب، وهذا هو كان الفيديو تبعنا اليوم. فبتمنى هذا الفيديو عن جد يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير. اصدقائي بث مباشر اليوم راح نلعب بطولة، عندنا بطولة نصف نهائي وعندنا كمان نهائي على البث المباشر. بث المباشر وين؟ على نونو لايف. اللي مش محمل نونو لايف يروح يحمله تطبيق للبطولة المباشرة، رابط تحميله تحت في الوصف، الاي دي تبعي على نونو لايف 10 20 30. طبعا راح نلعب البطولات اليوم، وكمان راح نوزع اكواد في اللوكي دراو، فتعالوا راح نولع ابوها بالاكواد، وكمان راح نعمل فعاليات ورومات للمتابعين، وكمان تابعوني على الانستغرام عشان تحصلوا على الاكواد من ستوريات الانستغرام. وطيب اصدقائي كل الروابط اللي ذكرتها لكم راح تلاقوها موجودة تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس، ولايك نكون وصلنا نهاية هذا الفيديو حبايب قلبي. فكان معكم علي عمر، واشوفكم ان شاء الله على خير.